قدم فريق الأهلي مواليد 2007 أوراق اعتماده لدى الجماهير الحمراء وقبلها إدارة النادي ومسؤولي قطاع الناشئين بعد أن نجح في التتويج ببطولة الجمهورية للموسم الحالي بجانب تحقيقه للهدف الأهم هو إفراز مواهب ولاعبين أصحاب قدرات فنية وبدنية جيدة ستكون نواة لمستقبل القلعة الحمراء. وقاد أسامة زكي المدير الفني لفريق الأهلي مواليد 2007 منظومته لحصد لقب بطولة الجمهورية قبل نهايتها بجولة واحدة بعد أن حصد 77 نقطة جمعها من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في 4 مباريات. لم يكن الطريق سهلا أو مفروشا بالورود ولكنه صعب في ظل منافسة شرسة بين كل الفرق المشاركة، ورغم ذلك نجح أسامة زكي مدربنا القدير وجهازه المعاون محمد حافظ ومحمود عبد الله مدربان لحراس مرمى في قيادة فريقه لحسم اللقب مبكرة وسط مجموعة مميزة من اللاعبين ينتظرها مستقبل باهر مثل ياسين محمد ومحمد عاطف وإياد مدحت وكريم عيد وعمر فتحي ويوسف نادر ويوسف عبد القوي والهداف محمد عبد الفتاح تاحة وحمزة علي وزملائهم. اليوم معنا أسامة زكي ونجوم الفريق ليتحدثوا للأشبال عن مشوار الفريق الصعب للفوز ببطولة الجمهورية.